لكن ايضا معايا في هذه اللحظات كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. يا كابتن طارق مبروك، فوز طعمه حلو. الفوز دايما لما بيبقى في اخر المباراه بيبقى في فرحه اكبر. يعني عايز اخد طبعا رايك في المباراه النهارده وفوز النادي الاهلي وتقدم النادي الاهلي فارق 9 نقاط عن النادي الاسماعيلي. والله في البدايه طبعا بقول الحمد لله رب العالمين على المكسب، وشايف الاداء في موجب المباراه. يعني فترات كتير قوي كنا كويسين وكنا ممكن نخلص المباراه من بدري، ولكن هو يعني اتاخرت، يعني الحسم اتاخر شويه، ولكن الحمد لله رب العالمين. خد بالك المباراه النهارده ب6 بونت، يعني انت النهارده لو خسرت من الاسماعيلي الفرق بيبقى 3 بونت، بتكسب فرق يبقى 9 وليك مباراه مؤجله. فبقول الحمد لله طبعا على المكسب النهارده، وببارك طبعا اكيد للشناوي ولعلي لطفي النهارده يمكن اول مباراه يحضرها معانا، وشريف طبعا. واتمنى ان شاء الله نكمل بنفس الاداء. الدوري ما خلصش لسه، احنا طبعا فارقين بشكل كويس عن الاسماعيلي واقرب المنافس، اقرب الفرق اللي بتنافسنا يعني، ولكن لسه الدوري طويل. يعني ما كانش في اختبارات كتير لمحمد الشناوي، لكن ايضا عايز اخد تقييمك لاداؤه النهارده، تمركزه او تركيزه داخل الملعب. والله الشناوي مجمل المباراه النهارده حاجات خفيفه زي ما انت قلت كده، هو عمل واحده حلوه قوي في الاخر اللي طلع بره ال 18 وحطها بدماغه دي لو ما طلعش هيبقى انفراد يعني. انا مجمل المباراه ما كانتش حاجات كتير النهارده، انما مركز ويمكن في حاجات بسيطه كده نتكلم فيها ان شاء الله اما نرجع التمرين بكره ان شاء الله. اي مباراه طبعا انت عارف اكيد بيبقى فيها بعض السلبيات وفي ايجابيات كتير. الشناوي ما شاء الله يعني اداء ثابت بقاله فتره كبيره جدا، وما شاء الله يعني ولد مركز وعنده اصرار ان هو دايما يعني كل مباراه زي ما قلت له، كل مباراه النادي الاهلي احنا بنلعب كل مباراه بتبقى اول مباراه بنخلص خلاص بيبقى في جديد بالنسبه لنا للمباراه اللي بعدها، بطوله بناخدها بيبقى المباراه خلاص يا بننسى وبنفكر في دايما النادي الاهلي كده. ففي منافسه شريفه بينهم مع شريف ومع علي لطفي، اتمنى له التوفيق ان شاء الله معانا ان شاء الله الفتره اللي جايه. الولد جول كويس واحنا متابعينه بقالنا فتره، ويمكن انا اشتغلت معاه في انبي فتره كبيره، فاتمنى له التوفيق ان شاء الله مع زمايله مع شريف ومع الشناوي. اهم الكلمات اللي قلتها لعلي لطفي يا كابتن طارق، واكيد يعني انضمام النادي الاهلي بيبقى مختلف عن اي نادي لعب فيه، ايه الكلمات اللي قلتها له وان شاء الله متوقع له مستقبل كويس مع النادي الاهلي؟ ان شاء الله باذن الله. علي من اللي جوالي كويسه وولد هادي، وانا شايف انه شخصيته هتناسب النادي الاهلي، فاتمنى له التوفيق. هو محتاج بص انت عشان تلعب في النادي الاهلي، علي لسه يعني ملوش اسبوع معانا، فمحتاج انه يبقى هادي خالص ويبقى محتاج صبر ومحتاج جلد ومحتاج يتمرن بشكل كويس. كل تمرينه بينزل يتمرنها بيبقى ده بالنسبه له منافسه بينه وبين شريف وبين شناوي، فمحتاج انه دايما يبقى كل تمرينه اي مباراه هيشارك فيها بقى تقسيم. يعني النادي الاهلي دايما انت طول ما انت في النادي الاهلي بتبقى شاد الحزام على طول، سواء بقى في تمرين سواء في مباراه وديه في مباراه رسميه. فاتمنى له التوفيق ان شاء الله. مش عايز انسى ابدا برضو احمد عادل يعني انا بالف معاه حوالي 7 سنين، يعني فترات كتير قوي كان بيبقى بعيد وبيرجع يشارك وبيؤدي بشكل كويس، وكان ربنا اكرمنا شارك في نهائي الكونفدراليه سواء في بره او جوه وخدنا البطوله ديت. الافريقي لو انت فاكر ضربات الجزاء ماتشات كتير، يعني مش عايز فاتمنى التوفيق ان شاء الله مع المقصه. وعادل من الشخصيات الكويسه جدا جدا، قعد اكتر من 10 سنين في النادي الاهلي الفريق الاول ما عملش مشكله، بيلعب ما بيلعبش الولد بيتمرن بشكل كويس وروحه كمان كويسه. فبقول له عادل ربنا يوفقك مع المقصه ان شاء الله، وان شاء الله تحقق بقى ان شاء الله طموحاتك الفتره اللي جايه باذن الله. شكرا كابتن، التوفيق ان شاء الله. امير شكرا.